أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي تواصل دوت كوم. مشاهدينا الكرام، دعونا نذهب مباشرة إلى عناوين حلقة هذا اليوم. في البداية، وزارة الإعمار والإسكان في العراق ماذا تفعل؟ قضت وأمرت بإنشاء جسر شمال السماء وفي المثنى بكلفة أقل مما يحتاج، ما يؤثر على عملية بنائه. ثم إلى استغاثة أهالي حي الشرطة في قضاء المسيب بمحافظة بابل، وذلك بسبب تراكم النفايات في منطقتهم. بعد ذلك نذهب إلى معاناة مسوقي الحنطة في النجف وكيف أن منتجاتهم تتعرض للإهمال بسبب عراقيل مختلفة. والختام سيكون مع السيارات التي أجبرت على أن تتحول من بنزين إلى الغاز وما يشكله ذلك من خطر كبير. أهلا بكم من جديد. إذن 3 مليارات تختفي على جسر السماء، وهكذا كتب العديد من النشطاء العراقيين في فيسبوك، وقالوا إن جسر السماء في محافظة المثنى الذي يعد من أجل إنشائه، يقول النشطاء إن كلفة الجسر هي 20 مليار دينار، لكن وزارة الإعمار والإسكان أعطت أوامر للشركة المنفذة لبناء الجسر بمبلغ 17 مليار دينار فقط، ما يعني أن الجسر سيفتتح دون إكماله ودون إكسائه بشكل جيد، مع العلم أن تصدعات في مفاصل الجسر بدأت تظهر. النشطاء تساءلوا عن السبب وراء اقتطاع مبلغ 3 مليارات دينار من ميزانية جسر السماوة في المثنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواجد الآن على جسر شمال السماوة، الجسر اللي يقع خلف مستشفى الحسين التعليمي. أثيرت عليه كثير من علامات الاستفهام، آخرها أنه مفصل الجسر خرج عن العمل، يعني غير صالح لعبور السيارات، صارت أكو بقسة مثل ما جاي يشوفون بالصور أمامكم. ما حد تساءل ليش، الكل نزل واتهم وكذا، لكن ما دخل بتفاصيل الموضوع. بحثت بالموضوع واستقصيت عن الموضوع وتوصلت للتالي: كلفة هذا الجسر 20 مليار دينار عراقي. وزارة الإعمار والبلديات والإسكان إيش قالت للشركة المنفذة؟ يابا سووه ب 17 مليار دينار يابا زين، بعد أكو 3 مليار دينار شنو ذني؟ عوفوهن، ما لكم علاقة بهن، سووه بال 17 مليار دينار اللي عندكم. طبعا هذا المشروع ضمن القرض الياباني، سووه بال 17 مليار، وال 3 مليار عوفوهن. لهذا الجسر لغاية الآن ما كامل، مثل ما جاي تشوفون أكو بي مدرجات ما كاملة، الطامة الكبرى المجاري ما كاملة، لحد الآن ما بي مجاري، يعني بالأمطار يفيض الجسر. الطامة الأكبر بعد واللي هي سبب أساسي بخروج المفاصل عن خدمة العمل، أنه أكو طبقتين تبليط ألغيت. وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات الست آن نافع لغت طبقتين التبليط والمجاري وبقية متطلبات العمل، لأن ما خصصت المبلغ الكامل لإنجاز المشروع، اكتفت ب 17 مليار وبعد 3 مليار دينار. وين هن؟ هذا السؤال، وين هن ال 3 مليار دينار؟ شلون استلمت الحكومة المحلية؟ فليخرج أحد من الحكومة وليجب على هذا التساؤل الذي طرحه هذا الصحفي الناشط. إلى جسر طريق سريع وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، هو آيل للسقوط، ما يهدد أرواح مئات المواطنين الذين يعبرون فوقه يوميا. إلى موضوع آخر لكن عنوانه المعاناة، تماما مختلف الموضوعات التي يتداولها النشطاء العراقيون للأسف.
عبر مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي. نتابع الآن وإياكم استغاثة أهالي حي الشرطة في قضاء المسيب بمحافظة بابل بسبب تراكم النفايات في منطقتهم بعد أن قامت القوات الحكومية بغلق الشارع ليصبح مكبا للنفايات. هذا حي الشرطة بوابة كربلاء المقدسة، هذا الوفود منها اللي تروح الكربلاء النجف البغداد كلها تفوت من هذا الطريق. شوف الحال بعينك انت وشوف. هذا طبعا شارع رئيسي يربط حي الشرطة بحي الجنابي. هذا الشارع من 2003 لحد هذا اليوم هو مسدود، انفتح العام ورجع هسه مطر، وشوف النفايات، شوف بعينك انت كلها امراض، مياه آسنة. شوف صور الوضعية، تشوف الوضع. طريق هذا طريق كربلاء بغداد الرئيسي، وهذا طريق فرعي مال المنطقة. الوضع الأمن هنا خير من الله، كل شيء ماكو، مسدود صار مكب للنفايات. يعني لا بغداد فتحوها، العراق كله فتحوها. يعني هذا الشارع هاك هسه انت قاعد تشوف بعينك، شوف الوصخ، باقي الجال طلعت، العالم طلعت من ضيم مالتها. يعني بس سمعوا اكو قناه هنا كيفوا، لان ما حد واصلها، منطقه واحد ما وصلها، صار اليوم 6-7 سنوات ما حد واصلها ولا حد يوصلها. يعني خلف الله عليكم جيتوا، وهاي شوف هاي المعاناه مالتنا. وهذا شارع، هذا شارع رئيسي، ترى شارع رئيسي يربط هذا الحي بهذا الحي بشارع كربلاء. سادي سووا للنفايات وهاي المي مال الامطار والمدري شنو، ولا حد يوصله، لا حد يشوفه. البق ما كنا، الذبان ما كنا، وتدمرنا والله العظيم. إلى مناشدة أخرى من قضاء المسيب أيضا، وهي بسبب الحالة المتردي للقضاء بسبب تراكم النفايات وغرق شوارع القضاء بمياه المجاري في ظل غياب الخدمات البلدية والإدارية عن القضاء ومعاناة أهله. طلعنا أكثر من مرة نظفنا هذا الشارع، مجموعة من الشباب، يعني ما نشوف الحكومة الإدارية البلمسية ما قاعد تستجيب لنا، لا مدير بلدية يعني يخصص عمال يجون ينظفون هاي. يعني الحاج العامل يقول لك يابا أنا ما عندي راتب، ما عندي غير، يعني ليش هيجي؟ وبالنسبة لهذا الشارع يربط بالشارع العام مال المسيب، نسويها لو يجيب لنا بلا منعبوا عليها، ما بعشي يعني بعشي يصوون. زين هو احنا ناشد الحكومة، زين هذا المدير بلدية، مدير المجاري والبابل، ما يجي يشوف، يجي يشوف هاي الضيم، زين هاي الفيضانات، ماكو فايدة استاذ، ماكو فايدة، الحكي تعب. هاي كلها مي هيج؟ هاي كلها، هاي صار لها سنين، هاي مو هاي مو جديدة، هاي مو جديدة، هاي من زمان هاي. وهاي المنطقة وين تصير؟ هاي المنطقة بمدينة المسيب، يعني بنفس ال يعني نفس المدينة، يعني منطقة شعبية، منطقة هاي الحسينية، شواب عبد الله اللي يجون من يمها، زين السوق يمها، كلها هي مركز المدينة. أما الآن فنتجه وإياكم إلى النجف، وهناك تتفاقم معاناة مسوقي محصول الحنطة، حيث مر عليهم أكثر من 3 أيام وسياراتهم تنتظر أن يتم استلام الحنطة منها وتسويقها، إلا أنه هناك العديد من العراقيل التي تواجههم، ومنها الإهمال وعدم الاهتمام بالمحصول المحلي من الحنطة، حاله تماما كحال بقية المنتوجات الزراعية المحلية. تكملة ثانية طبعا حتى نشوف شوف حجم الحنطة. وانت ما عندكم المحدد المفروض ايش قد تكون؟ وانت صار لك 3 أيام. 3 أيام. باكر يا لطو. ايه باكر. والشرطة لي وين واصل؟ واصل للسيطرة. زين ماكو مسؤول جزاركم؟ والله ما شفتوا علينا. زين انتم شنو جايبين هنا تدخلون؟ طعام غرنا. يعني فوق ما تبيعون للدولة حتى نقطع على الاستيراد، حتى نقطع على الاستيراد، هاي حنطة محلية مال البلد. يسوون هيك حتى يخلون الناس تستورد. والله تستورد. إذا مثل ما تشاهدون هذا الجزء والملفت للنظر والكارثة الكبيرة أنه خالين قطعة مكتب الوزير وخطوط ساخنة ومليون واحد تصل وما حد ما جاوب، ما هالقطعة شيلوها والله عيب.
عيب هاي سوالف. وسهلا بكم، شفتم من انطلقت من السيطرة اللي هي قريب طريق النجف تقريبا بيها فد 6 كيلومتر. ممكن هاي المشكلة اللي نحكي عليها هي أصحاب اللوريات. تدرون هنا شنو المشكلة؟ ليش كذا يسوون؟ لأن مبين اكو أسرار واكو أيادي خفية حتى نبقى على المنتوج يعني المستورد. شوفوا هاي، يعني هاي حنطة عراقية، يعني هذا منتوج محلي. ما أعرف احنا كل دول العالم المفروض تدعم المنتوج المحلي مالتها، مو توقف وده. هاي كلها حنطة عراقية، منتوج محلي، يتعاملون وياهم بهاي الطريقة، يخلوه يلزم سرعة حوالي 7 كيلومترات بهاي الطريقة. ممكن سمعت هذا السائق صاروا 3 ايام و4 ايام بايتين بهذا المكان. ليش؟ لين جايب حنطة محلية، منتوج محلي. قلت لكم كل دول العالم تدعم المنتوج المحلي، الا بالعراق قضية معكوسة. يسوون بالسواق بهاي الطريقة حتى يخلوه يمل ويعوف الزراعة ويعوف المنتوج المحلي، وكلها تعوف المنتوج المحلي وما حد ما يشتغل. الآن إلى أحد الفلاحين من ناحية الطيب في محافظة ميسان، وهو يشكو من مدراء السيلوات، وهي الصوامع التي يتم تخزين القمح فيها. مدراء السيلوات للأسف يمتنعون عن استلام حنطته، مما جعله يخسر أموالاً إضافية كأجور نقل لمحصوله دون أن يتم تسويقه. نتابع. كان على طريق الحولي تفاجأنا بهذا الفلاح المزارع وهو واضع الطعام ماله بنص الطريق. لمعرفة أسباب هذه الحالة، شنو اللي صار ابن عمي؟ والله احنا هذا اني تقريبا كل سيارة بها 14 طن. ال 14 طن هاف لوري ما إلها سلب السائل وتدخل بيومها. اجينا للمدير قال تحملون باكر، حملنا يوم ثاني. اجينا قال لا اسوي لكم سلب، سوالنا تقريبا 5 ايام. خلص ال 5 ايام رضينا بيه، ورا ال 5 ايام قال اعطيكم 5 ايام ياخذون من عندنا عطر ليلية 100,000. استاذنا العزيز احنا عندنا شكوى ضد مدير السايل ومال الطيب تحديدا استاذ اكرم قاعد يتواطى ويا التجار، ياخذ منهم كل السيارات مليون واكثر واقل، يطمون التجار الفلاحين ما يطمونهم. كل الفلاحين اذا تريد استاذ روح اسال بالسايل، وبس لا تسال تاجر، اسال فلاح. شو يقول لك الفلاح؟ يقول لك هذا قاعد يتواطى ويا التجار يضغط على الفلاحين على مود تصير شغلتهم. احنا الناشد السيد المحافظ رئيس مجلس نائب المحافظ مسؤول لجنه الزراعه النزاهه كل مسؤول بالعماره يحل لنا هاي المشكله. مشكله استاذ اكرم ظالم الناس يا استاذنا العزيز. احنا ناس مظلومين، دنا انا خسرت عليهم تقريبا 3 ملايين، جبتهم مليون ودبيت عليهم عطل مليون ورجعتهم، هسه مرجح لهالي المليون ما يقبل يستلم. هي الناشد المسؤولين، ناشد رئاسه الوزراء، ناشد السيد المحافظ، هذا العدن، احنا ناس مظلومين، نريد من عندكم يساعدون الناس. الى موضوع اخر، تتكرر حوادث احتراق السيارات في العراق وسيارات الاجره على وجه الخصوص، تحديدا بعدما اجبروا على تحويل نظام المحرك في هذه السيارات من البنزين الى منظومه الغاز. هذه المنظومه اي منظومه الغاز باتت تشكل خطرا على السائق ومن معه من ركاب. الآن نشاهد وإياكم احتراق سيارة قرب محكمة البياع في بغداد بسبب منظومة الغاز. الغاز هاي ارتاح في الدولة، هذا الغاز، هذا التحوير. الله أكبر عليكم. يتساءل النشطاء من المسؤول عن مثل هذه الكوارث، ولمصلحة من يتم تحويل سيارات تعمل بوضعها الطبيعي، يتم تحويلها من البنزين إلى الغاز، وقد شاهدتم الضرر الذي ينسحب على البيئة، ينسحب على المواطن مادياً، ربما أحيانا يؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها لا سمح الله. هذا مقطع من المقاطع لسيارة من العديد من السيارات، وهناك الكثير من السيارات تحرق للأسف ولا تجد من يصورها، لكن هناك مادة أخرى مصورة تداولها نشطاء، وفيها نشاهد كيف احترقت سيارة أجرة أمام جامعة القادسية بمحافظة الديوانية، وتعاون من المواطنين
على إطفاء الحريق. تعالوا نتابع وإياكم. هذه الصور التي تظهر أمامكم يبدو فيها عدد من المواطنين وهم يحاولون إخماد حريق في إحدى السيارات المتحولة أو المحولة عفواً من بنزين إلى غاز. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى فقرة آراءكم، ابقوا معنا. في فقرة آراءكم، الاعتداء على أحد أبناء قبيلة قريش العراقية بمنطقة الشارع الفارسي في إيران، وذلك كونه يرتدي الزي العربي إلى جانب حديث نشطاء عراقيين عن سرقة أمواله وحرق جزء من جسده. هذا هو المواطن المقصود هنا، وهو يتلقى الرعاية الصحية بعد الاعتداء عليه من قبل إيرانيين لم يسمهم نشطاء عراقيون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أنه تعرض للعديد من الكدمات. حسناً، دعونا الآن نقرأ عليكم مجموعة من التعليقات والمنشورات التي كتبها شباب عراقيون تعقيباً على هذه الصور التي شاهدتموها. نقرأ عليكم الآن المنشورات التي كتبت في فيسبوك. عطر الياسمين تكتب: ودور السفارة العراقية شنو بلا زحمة؟ شنو ردهم على هذا الاعتداء؟ يا ريت أحد يفهمنا. عطر تتساءل: وما من مجيب. إلى رقية التي تقول: وأكو ناس تريد تروح تقاتل وياهم وتدافع عن إيران. وعلامة تعجب من رقية ومن كثير من العراقيين. إلى علي محمد الذي يكتب: انطوهم بعد مساعدات ودولهم كل شيء وعوفوا عوائلكم اللي هنا ميت جوع وهاي النتائج. هذه رسالة إلى من يحب النظام الإيراني من هذا الشاب. علي سعيد يكتب: الإيرانيين يسرحون ويمرحون بالعراق، ما حد يقدر يسوي لهم شيء، وحتى اللي يهرب يهرب ممنوعات ويقبضون عليه يطلعوه ويحطون الضابط بداله بالسجن أو بداله بالسجن. والله معك حق يا علي، وهناك من يؤيد كلامك. إلى مريم التي كتبت: بالنسبة للمتملقين شنو موقفهم من هذه الحوادث؟ هم جمعوا لهم تبرعات وقاتلوا إياهم. أيضا تذكرنا ببعض المواقف هذه الشابة، ومنها إلى صابر الذي كتب: صابر، هذه سوالف في الأرجنتين، يا ريت ذيولها بالعراق يقتنعون بأنهم عدو. أعزائنا المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ما لدينا في فقرة آراءكم، وهي التي نسلط الضوء فيها على فيسبوك وما يدور به من تعقيبات لشباب عراقيين. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر. إيران تحرق الحنطة في العراق، وهذا الهاشتاج الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة. أعزائنا المشاهدين، نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني: إيران تحرق الحنطة في العراق. تعالوا نذهب ونرى أبرز ما كتب في هذا الموضوع. شاهد تكتب: ميليشيات إيران تحرق جهد وتعب العراقيين من محاصيل الحنطة والشعير، ولا حس ولا خبر من الحكومة. إيران تحرق الحنطة بالعراق. بعد الشهد فجر بن حسين تكتب: كل هذه الأفعال الإجرامية بحق العراق والعراقيين هي لإبقاء العراق دائما تحت الرحمة الإيرانية، وأن يكون دائما مستوردا للبضائع الإيرانية. ومن فجر إلى تهاني محمد التي كتبت: من فيروس الطماطة إلى كارثة قتل الأسماك، والآن حرق محاصيل الحنطة والشعير، إيران وراء كل مصيبة، هاي وأيديها الخبيثة في العراق. بعد تهاني، التغريدة الأخيرة ستكون من نصيب روان التي كتبت: من كارثة إحراق الحنطة والشعير إلى قتل الأسماك، تدمير الاقتصاد العراقي من قبل إيران وعملائها مستمر. أعزائنا، بهذا نصل إلى ختام فقرة تويتر. الآن ننتقل وإياكم إلى الفيديوهات المتنوعة.
مقطعان اخترناهما لكم أعزائنا المشاهدين في هذا العدد من تواصل دوت كوم، والبداية مع ثغرات حساسة في تطبيقات إلكترونية شهيرة شهدها هذا الأسبوع. احترسوا جدا وأنتم تتعاملون مع ما بين أيديكم من أجهزة إلكترونية. باقونا أيضا في الأمور الإلكترونية، ولكن الآن نذهب إلى الاحتلال الصهيوني بموضوع جديد. حسابات وهمية إسرائيلية بين هلالين تستهدف العديد من الدول الإفريقية. تعالوا نتعرف إياكم على التفاصيل. هذا كل ما لدينا في تواصل لهذا اليوم، إلى اللقاء.